السحر من أخطر الأسلحة المدمرة، وأكيد إحنا مش قصدنا على سحر هاري بوتر أو حد مثلا من بتوع الأطفال دول، أو حتى ألعاب الخفة اللي بيعملها السحر في السيرك. إحنا في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن السحر اللي دمر الملوك وكان سبب في موت عدد كبير جدا من البشر، السحر اللي خلى ناس تتجنن وتخرج للشوارع وهي عريانة مش عارفين هما بيعملوا إيه. وطبعا اللي كان سبب في السحر ده سحرة عظام جدا كان ليهم دور في كل السحر اللي سمعنا عنه. ومن هنا او من عند السحرة دول عاوزك تركز معايا كويس قوي، عشان هناخد جولة في التاريخ السوداوي للسحر وللسحرة، كمان احنا هنتعرف عليهم. واخر ساحرة معانا هنتكلم عنها من ضمن السحرة حقيقة هتصدمك جدا، عشان كده ما تنساش قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة انك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة لو انت لسه جديد واول مرة تشوفني، وكمان ما تنساش انك تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونبتدي حلقة النهاردة ونقول بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أول ساحرة هنتكلم عنها النهاردة اسمها كاساندرا. حسب الأساطير اليونانية قالوا إن هي عرافة عندها قدرة إن هي تتنبأ بالمستقبل السيء، وبالرغم من موهبتها في السحر إلا إن محدش كان مسدها أصلا في مجتمعها. اتقال إن هي كانت عارفة إن طروادها هتتهزم وقت الحرب، لكنها خافت تتكلم عشان محدش كان هيصدقها وكانوا هيكذبوها. لكن بعد ما طروادة اتهزمت قالت ان هي كانت عارفة بكل حاجة. اما بقى عن الساحرة الاسكتلندية ايزابيل جودي فاعترفت ان هي بتعبد وبتعظم الشيطان، استغفر الله العظيم يعني. وده طبعا بعد ما كانت مسيحية، وبعد مرور الوقت سمت نفسها جانيت وقالت ان ده الاسم الخاص بالسحر، ده غير ان هي ادعت انها بتقدر تطير وانها كمان بتقدر تجمع كل السحرة في مكان واحد وتخترع سحر عظيم. وكلامها ده وثقتها الزايدة بنفسها وصلتها للمشنقة وبعدها اتحرقت. بعدها بقى نيجي للساحرة الفرنسية كاثرين مونيفيسيون، الطالبة في علم التنجيم والعلم الحديث للأعضاء الداخلية للإنسان. الست دي كانت تعرف السحر كويس جداً، وكمان بتقدر تقرا المستقبل عن طريق الايد وملامح الوجه، وكانت بتشتغل في الموضوع ده بسبب ان جوزها كان صايغ، والحقيقه ان مهنتها دي وصلتها للحرق هي وبنتها، لكن بنتها نجت من الموت. ومن بعدها كشفت البنت اسرار عن امها، منها مثلا ان هي عملت محاوله عشان تسم الملك، وفي النهايه اتحرقت كاثرين سنه 1680 بمنطقه اسمها ديجريف القريبه من باريس، وعملت ثروه كبيره جدا من سحر اخترعته اسمه جرعات الحب، ده غير المخدرات والسموم القاتله، وكمان كانت بتبيع ادويه للاجهاض للاميرات والنبلاء. اما الساحره النمساويه والبرج هاسمن فاتحكم عليها بالموت بالحرق، وقبلها تعذبت وحصل تشويه كبير في جسمها بسبب الأعمال اللي كانت بتعملها للناس، واعترفت إن هي قتلت 40 طفل وشربت من دمهم، وده لأغراض ليها علاقة بالسحر والشعوذة. وتقال إن هي وصفت كل جريمة عملتها بدقة شديدة جدا. ومن بعدها بقى نيجي لمولداير، الساحرة الأيرلندية اللي بدأت قصتها المأساوية من ساعة ما هاجرت من موطنها الأصلي وراحت عاشت في قرية صغيرة، وبعد مدة أهل القرية جالهم وباء وسبب ليهم الموت، فجابوا اللوم عليها لأن هي الوحيدة اللي جاية جديد من القرية، واتهموها إن هي ساحرة. أهل القرية قرروا إن هم يحرقوا بيتها يمكن تموت جوه، لكنها هربت للغابة وماتت في النهاية من الجوع والعطش. وفي القرن الـ18 في انجلترا اتولدت الساحرة البريطانية تامسين بلايت، كانت مشهورة جدا ان هي تقدر تسحر الناس وتقدر تشيل السحر ده بكل سهولة، وبسبب كلامها ده كانوا المزارعين بيروحوا ليها عشان تساعدهم في علاج حيواناتهم العيانة، اما الستات فكانوا بيروحوا لها عشان فضولهم، كان الفضول بتاعهم بيدفعهم ان هم يعرفوا مستقبلهم، وده العادي عند معظم الستات وقتها والله ولحد دلوقتي يعني. المهم، اما الساحرة الامريكية ميري لافو
اللي من مواليد 1801، فدي كانت عالمة في سحر الفودو الإفريقي وأبدعت فيه ومزجته كمان بالمعتقدات الكاثوليكية، واتشهرت كمان بقدرتها على شفاء المرضى، يعني طبعا كلها بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وكانت بتزور سجن موجود عندهم وبتساعد المساجين المرضى. ولو لاحظت معايا هتلاقي أغلب اللي اتكلمنا عنهم ستات. طب هتسألني هما السحرة ستات وبس؟ هقولك لا طبعا، لأن دلوقتي هكلمك عن أشهر السحرة الرجالة على مر العصور. أول ساحر معانا في قائمة الرجالة هو تشارلز ليلاند، من مواليد 1824 بفيلادلفيا. كان مهتم جدا بأمور السحر والفلكلور القديم لدرجة ان هم لقبوه بالباحث. ألف كتاب بعنوان إنجيل الساحرات، وده بيعتبر من أشهر أعماله. وبالرغم من علمه ومن سحره إلا ان هو مات سنة 1903 بمرض القلب والالتهاب الرئوي، وما قدرش يلاقي علاج لنفسه من المرض اللي عنده. أما عن أشهر السحرة في التاريخ فهو حييم صموئيل يعقوب فوك، من مواليد 1807. اتزع صيته جدا في لندن بسبب حاجتين، أولهم إن هو وهب خاتم سحري كده بيحافظ على السلالة الملكية والعرش للدوق أورليانز، وتاني حاجة قال طلاسم عبرية على أعمدة بتتحرق عشان بينقذ السيسي يهودي. والعجيب إن هو نجح في كده، غير إن هو كان عنده قدرة تنجيم رهيبة جدا، وكمان كان عنده قدرة كمان ان هو يحرك الحاجات عن بعد من غير حتى ما يلمسها. لكن الرجل ده هرب لألمانيا بعد ما اتحكم عليه بالإعدام بالحرق عشان كان دجال ومشعوذ. ومن بعده نيجي بقى لأليستر كراولي اللي من أصول إنجليزية. أليستر اتشهر ان هو كان بيحضر أرواح مصر القديمة، بجانب السحر كان بيشتغل كيميائي، وأسس كمان نظام اسمه افعل كل ما تشاء، يعني اعمل اللي انت عاوز تعمله من غير اي قواعد او قوانين. اما بقى عن جون دي وادوارد كينلي فتعرفوا على بعض عن طريق السحر. جون كان رائد لنظرية السحر وعالم الارواح، اتعرف بتفوقه في مجالات كتير، وكمان كان الايد اليمين للملكة اليزابيث، اليزابيث الاولى تحديدا. اما كينلي ده كان بيحب الكيمياء، ومن اشهر اعماله كتاب عن ابجدية التنجيم، وكمان اخترع كرة كريستال بتستخدم في تحضير الأرواح والكلام معاهم، وامتلك كتاب بيساعد على تحويل المعدن لذهب خالص. والكتاب ده كان سبب له مشاكل كتير قوي، وهنعرف ليه دلوقتي. بعد ما تعرفوا جون وكيليلي على بعض سافروا لأوروبا عشان يبهروا الملك بكل حاجة يعرفوها عن السحر، لكن قبل ما يقابلوا الملك اتفرقوا، وده بسبب ان كيليلي عرض على جون ان هم يعملوا تبادل لزوجاتهم، وادعى ان الملائكة طلبت منه كده. والموضوع ده حصل سنة 1587، لكن اللي حصل ان رفض جون ورجع لانجلترا وساب كيليلي، وهناك اترقى جون وبقى مأمور كبير في سجن من سجون مانشستر. اما كيليلي فتسجن كذا مرة بسبب اتهامه بجرائم قتل مختلفة، لكن الاتهامات دي كانت باطلة لان هما كانوا بيقبضوا عليه عشان يضغطوا عليه عشان يحول المعدن لذهب، وكان كل مرة بيوافق عشان يخرج من السجن. اما بقى عن كورنيليوس اجريبا فجرب السحر الاسود بمستوياته التلاتة، الكيمياء، الفلك، واستدعاء الارواح، والف كتاب بيشرح فيه اللي اتعلمه عن اصول السحر الاسود وازاي بيتم استعماله، وسمى الكتاب ده 3 Book of Occult Physiology. وفي عصره اتعرف ان هو اعظم ساحر في التاريخ، وفي سنة 530 ساب السحر وحذر الناس من التعمق فيه من غير ما يذكر اسباب عن سبب تحذيره ده. اما الساحر الطيب باراسيلسوس فكان بارع في الطب وفي الكيمياء، وكمان كان عنده معرفة كبيرة جدا بالنباتات وبالفلك، فمزج كل اللي اتعلمه ده عشان يحضر ارواح يشفي بيها المرضى. اما الساحر بابوس فنجح ان هو يتعلم كل فنون السحر الاسود وتحضير الارواح، ولما نجح اسس معهد لتعليم السحر سنة 1888 واتشهر في عصره. ولما راح عشان يزور قيصر روسيا اللي هو نيكولا الثاني، عمل حاجة ادهشت القيصر، وهو ان هو قام باستحضار روح والد القيصر نيكولا الثاني، وقال له ان حكمه هيزول بمجرد ما بابوس يموت، وده اللي حصل فعلا.
بعد ما مات بابوس ب 141 يوم تقريبا سقط نيكولاس من حكم روسيا، تحديدا يوم 2 مارس سنة 1918 اتعين مكان نيكولاس ابن عمه الدوك مايكل. اما بقى عن الساحر كورنيليس اجربيا اللي اتولد سنة 1486، فحصل على الماجستير في الاداب، وبعد كده بدأ يهتم بتعلم السحر الاسود، ويقال ان هو كان اعظم ساحر في زمانه، ولقبه الامبراطور الروماني بالفارس. ألف أجرينا 3 كتب اتكلم فيهم عن السحر الأسود، وقسمهم لثلاث أنواع، هما السحر العنصري والسحر السماوي والسحر الفكري. استخدم السحر الأسود في كتير جدا من العلوم الطبية زي الكيمياء والأبحاث التجريبية، لكن فجأة ساب أجرينا السحر، والكل اتفاجئ واتصدم بسبب ان هو كان بارع جدا في السحر ده، لكنه رد عليهم وقال لهم ان هو ألف 3 كتب وهو صغير، وسماهم بفلسفة السحر، وان هو جرب السحر في شبابه كفضول منه مش اكتر، لكن هو شايف ان السحر ده هيوصله للغرور، وهيكون مصيره في الاخرة ان هو هيفضل في النار للابد. والحد هنا بقى نيجي لإلفاس ليفي اللي اتولد سنة 1810، كان شاعر وكاتب فرنسي وبيشتغل كاهن في الكنيسة الكاثوليكية. ساب الكنيسة وهو عنده تقريبا 26 سنة. اهتم ليفي بدراسة السحر لدرجة انه ألف اكتر من 20 كتاب عن السحر وعن التنظيم، وبقى من اشهر السحرة في القرن 19. ومش هننسى طبعا النمرود اللي هنختم بيه حلقتنا النهاردة، واللي كان اول شخص استخدم السحر الاسود عشان يسيطر على العالم كله. وكلنا عارفين انه هو كان عايش في مدينة بابل في العراق. اتفق النمرود مع الشيطان عشان يقدم ابوه قربان ليه، وعمل كده عشان كل نعم الدنيا تكون عنده. وبعد ما قدم أبوه قربان، الجن عملوا له أضخم وأكبر برج في التاريخ عشان يعيش فيه، لكن في النهاية مات النمرود بسبب ذبابة دخلت في ودنه لرأسه وسببت له نزيف داخلي لحد لما مات. وفي النهاية صديقي تكون انتهت حلقة النهاردة وتقرير النهاردة، وأحب أقول إن السحر مذكور في القرآن الكريم وهو موجود حوالينا من قديم الأزل، وطبعا في ناس بتستخدم السحر في أذى البشر وتدميرهم، وده حرام طبعا حتى لو استخدمت السحر بأي حال من الأحوال. في النهاية لازم نحصن نفسنا بالقرآن وأذكار الصباح والمساء كل يوم. بس يا صديقي كده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة عن السحر والسحرة والمشعوذين. في النهاية بشكركم شكرا جزيلا، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.